السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد معتز بالله الكامل. إن شاء الله النهاردة هنكمل في مادة الـ Artificial Intelligence الـ AI. تمام، نبدأ بسم الله الكلام. النهاردة أول حاجة على الـ Learning Agent. طبعا أنت فاهم Agent معناه إيه؟ معناها إنسان آلي، سواء كان هاردوير أو سوفت وير. تمام، المفروض إن زي موديل كده أو هو Agent. يعني هنا كلمة Learning يعني بيتعلم، ماشي. أنت المفروض هو مع مرور الزمن بيشوف إيه الحاجة الكويسة فيزود منها والحاجة الوحشة فيقلل منها. تمام، وده في طريقة تعلم اسمها Reinforcement Learning. تمام، هتلاقي عندك آخر كلمة بتاعت اسمها Reinforcement Learning. تمام، هو ده الاسم بتاعه. وبرضه معلومه كده خارج السياق، في نموذج معمول ذكاء اصطناعي جديد اسمه ايف، ده نموذج مصري. ممكن تبقى عنه. هو معمول قايم على فكره الريفرسمنت ليرنينج، ده اللي هو انت بتتكلمه وبتاع والدنيا دي كلها، هو بيتعلم بمرور الزمن، يعني بحيث بيطور من نفسه، بيطور نفسه اكتر واكتر. تمام، المهم تعالى نبدا. اسمه ده بيقول لك ايه هو الليرنينج ايجنت، اللي هو الايجنت اللي بيتعلم بالسنر ده. بيقول لك والله ده ايجنت عندي ليه القدره ان هو بيغير من نفسه. تمام، بيغير من نفسه ازاي؟ عشان يطور البرفورمانس بتاعته. تمام، طبعا بيعتمد عندي على مقياس الميجرد، وبيستخدم ايه البرفورمانس فانكشن. طبعا احنا اتفقنا ان خلاص عشان يقيس البرفورمانس بتاعته بيستخدم حاجه اسمها بيرفورمانس فانكشن، خدناها قبل كده اللي هو ساعه الكلام مع الانفايرمنت والبي سي والحاجات دي كلها. تمام، بيقول لك كل ايجنت بيبقى ليه هدف مخصص ليه، وبناء على الهدف ده هو بيقيس البرفورمانس ميجر بتاعته، اللي هو مثلا المفروض مثلا بيعمل جول معين، فهو طول ما بيقرب من الحاجه دي بالبرفورمانس بتاعته الميجر بتاعته بتزيد، ويبقى الكفاءه بتاعته بتزيد. تمام، الايجنت بيزود وبيطور من نفسه عشان يحقق التاسكس بتاعته دي، التاسكات بتاعته. كل ما بيقرب منها فدي البرفورمانس بتاعته بتزيد او السكور بتاعه بيزيد. طب ازاي هو بيتعلم؟ ازاي الليرنينج ايجنت ده بيعمل الحاجات دي كلها؟ والله بيقول لك بيعملها عن طريق انت بتديله تريننج اكزامبل، بتديله داتا كده بيترين عليها، بيجرب عليها، يعني بيشتغل نفسه عليها، وبتديله تغذيه راجعه اللي هي فيدباك، سواء بقى تغذيه راجعه ايجابيه او سلبيه. تقول لي ايه معنى تغذيه راجعه اصلا؟ والله انت مثلا بتديله شويه داتا وبتقول له مثلا شوف لي الجماعه دول مثلا المفروض بعد 10 سنين مثلا او الحاجات دي هتطلع لي ايه؟ ايه الاوتبوت بتاعها؟ تمام؟ فطول ما معناه ان في تحسن او معناه ان هو خلاص الاكيورسي بتاعته بتزيد، فده معناه ان في تغذيه راجعه ايجابيه، الفيدباك بتاعتك ايه؟ بتاعتك ايجابيه، فبتقول ان انت بتزيد بمرور الزمن، الاكيرس بتاعتك عاليه. تمام؟ لكن لو هي يعني قليله فده معناها ان هي كده نيجاتيف، معناها انت هتغير في حاجه او تعكس في حاجه عشان الدنيا بتاعتك تظبط. تمام؟ بقول لك ده بيعتمد عندي على الاكشن بتاع الانفايرمنت اللي هي هترد عليه بالفيدباك. تمام؟ فهترد عليه بالفيدباك سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. تمام؟ النيجاتيف اسمها بينالتي. تمام؟ نفتكر ان حاجه اسمها بلانتي كوست، هي دي نفس النظام. بقول لك زي ما ذكرنا من قبل في الرينس فيرست مينت ليرنينج احنا كنا عاملين فوق ده. تمام، لو انت بتحاول تطور من نفسك وتغير من نفسك بحيث البرفورمانس بتاعتك بتزيد. طب هتزيد ازاي؟ من عن طريق الانفايرمنت اللي حواليك، الاكيورسي بتاعتك اللي حواليك هتعرفك هل انت بتزيد ولا كده، فيدباك بوزيتيف. طب لو هي قليله يبقى دي، لو هي بتقل يبقى كده نيجاتيف، فانت معناها انت عندك بنالتي، فمعناها انت تحاول تغير فيه وتعدل فيه بحيث تاخد افضل قرار المره الجايه. تمام، بقول لك ايه، بقول لك اوف بارتيكولار انترست ان اي اي، بقول لك في جانب عندنا مهم جدا في الاي اي اللي هو الجانب بتاع ليرنينج ايجنت ده، اللي هو عندهم القدره، عندها القدره ان هي بتغير من نفسها بناء على التريننج اكزامبل اللي معاها، وبتحاول تغير من نفسها بناء على التغذيه الراجعه اللي راجعه لها، الفيدباك اللي راجعه لها. تمام، سواء كانت ايجابيه او سلبيه. بقول لك بحيث ان اليوتيليتي اللي هي الاستفاده عندي، متوسط الاستفاده بتاعي بيزيد بمرور الوقت، بحيث ان انت عندك الاكيورسي بتاعتك بتزيد بمرور الوقت اللي هي اليوتيليتي بتاعتك. تمام، بقول لك كان عندي الحل عن طريق الماشين ليرنينج، سوليوشن از ماشين ليرنينج. هل الحل بتاعي بقى اصلا ماشين ليرنينج؟ هيكلمك عن ماشين ليرنينج بقى ويتكلم عن الحاجات بتاعته. تمام، بقول لك اي سوفت وير حتى لو عباره عن انترفيس ايجنت، يعني مش لازم يكون فيزيكال. يعني انت عندك مش مره فاتت ان في عندك سوفت وير اللي هو زي برنامج مثلا بيشوف لك عندك هل الايميلز بتاعتك سبام ولا وانتد، فاكر؟ فده نفس النظام، لو عندك عباره عن انترفيس، عباره عن سوفت وير، يعني مش لازم يبقى فيزيكال وانسان بيتحرك على الارض. تمام، بيقول لك ايه، بيقول لك حتى لو هو عباره عن انترفيس، يعني ملوش اجزاء ماديه موجوده في موجوده في الارض، هاز نو فيزيكال ابيرنس، ملوش وجود مادي على الارض، او بشكل روبوت، يعني مش المهم ان هو مش موجود بشكل مادي على الارض. تمام، بيقول لك لازم يبقى عنده القدره ان هو يتعلم عن طريق الفيدباك رينفورسمنت ليرنينج زي ما اتفقنا في السنه اللي فاتت. تمام، او ان هو يستخدم ديفرنت اكزامبلز اللي هو امثله مختلفه علشان يتعلم عليها. تمام، المثال ده اسمه ايه؟ اسمه ماشين ليرنينج، الحوار بتاع ان انت بقى بتدربه على تريننج اكزامبل، تدربه على اكزامبل يعني على امثله اللي هو اسمه ترين، وبعد كده بتختبره تيست، الحوار ده كله اسمه ماشين ليرنينج. تمام، وراك ده عندي عن ده عباره عندي عن مجال جوه مجال الاي اي، يعني الماشين ليرنينج ده يعني مظله داخل مظله الاي اي. تمام، بقول لك بتدي السوفت وير او الرود بتاعك القدره ان هو بيتعلم من اكزامبلز مختلفه او رينفورسمنت ليرنينج. تمام تمام، بقول لك في ظهر حديثا علم اسمه علم الديب ليرنينج، ده ظهر مؤخرا عام 2010 اعتقد، ظهر وده بيعتبره جزء من الماشين ليرنينج. تمام، از بارت اوف ذا ماشين ليرنينج، وطبعا الماشين ليرنينج جزء من الاي اي، يعني ممكن اعتبر عندي شكل كده الارتفيشال انتليجنس المظله الكبيره جوه الماشين ليرنينج، والديب ليرنينج يعني معتمد على مفهوم اسمه النيورال نتورك، النيورال ان ده مصطلح جوه الماشين ليرنينج، موجود جوه الماشين ليرنينج، احنا خدناه لما اخدوا يعني واشتغلوا عليه وعملوا منه علم جديد.
اسمه ديب ليرنينج، تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاي اي والله ظهر، بدا يظهر في القرن اللي هو في الخمسينات 1950 والسنين دي. وبعد كده الماشين ليرنينج نفسه بدا يظهر في الثمانينات، بعد كده الديب ليرنينج ظهر معانا مؤخرا في عام 2010، تمام. ده كده زي شكل مختصر عن الارتفيشال انتليجنس وجوه الماشين ليرنينج، ومن الماشين ليرنينج اشتغلوا على الديب ليرنينج وعملوا منه علم جديد، تمام. فانا بديك اللي هو زي الحقبه التاريخيه، يعني الاي اي بدا معانا 1950، وبعد كده الماشين ليرنينج واحنا مستمرين لحد 1980 بدا يظهر معانا، والديب ليرنينج بدا يظهر معانا من 2010 من 2010. وطبعا كل ده يعني بيتطور من الوقت، يعني مش علم وخلاص خلاص على كده، لا ده بيتطور وبيحصل فيه تغيرات جديده وحاجات زي كده. واخيرهم طبعا الدكتوراه اللي حصل، الجائزه نوبل اللي حصلت اليوم اللي فات، تمام، اللي خدها طبعا جيفري هينتون، اللي هو عمل تغيرات وتطورات في مجال الماشين ليرنينج باستخدام النيورال نتورك، يعني لسه خلاص من يعني من دخل في شهرين، فاهم؟ فمعناه ان العلوم دي بتتطور مرور الزمن، يعني لسه مستمره معانا. تعال نكمل، هيتكلم على مقارنه بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، تمام. طبعا خلاص احنا اتفقنا الديب ليرنينج احنا اعتبرنا ان هو مجال يعني مظله داخل مظله الماشين ليرنينج، بس في فرق بين الاثنين، تعال نعرف ايه هي. بقول لك والله في فرق كبير جدا بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. عندك الديب ليرنينج بيعتمد بشكل اساسي على العديد من الالجوريزم، بس المشهوره يعني but it is commonly based on artificial neural network. بس الالجوريزم بتاع الديب ليرنينج معتمده بشكل رئيسي على حاجه اسمها الاي ان ان، اللي هي الارتفيشال نيورال نتورك زي ما قلت لك من شويه، تمام. بقول لك والله الاي ان ان دي هي دي عباره عن ابروتش او جزء او جانب كده في الماشين ليرنينج، تمام. لكن بقى بالنسبه للاي ان ان اللي جوه الديب ليرنينج متطور اكتر من الاي ان ان دي، تمام. بقول لك الاي ان ان بتاع النتورك عامه بتاع الديب ليرنينج بتعتمد، بقول لك از بيزد اون از فيري ديب اند هيوج ان تيرمز اوف نودز. بقول لك دي بقى بتعتمد على الاي ان 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 بس بشكل ديب عميق وهيوج متوسع، تمام. في مصطلحات بتاع النودز واللايرز والويتس، تمام، والبارامترز والحاجات دي كلها، تمام، مساواه عدد بارامترز والحاجات دي. فبقول لك انا احنا قايمين على مصطلح بتاع الاي ان ان، بس انا داخلين جواها بشكل متعمق بشكل ديب وشكل هيوج، تمام. ومغيب بقى في عدد النودز واللايرز والويتس والبارامترز والارقام بتاعتهم كلها، تمام. عشان كده بقول لك شكل الاي ان 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 في ديب ليرنينج مختلف جدا عن شكل الان ان في الاي ان ان، تمام. خلاص عرفنا ان الاي ان ان ده اللي هو يعني دي حاجه كده احنا شغالين خدناها شغالين عليها، لكن الان ان فعليا موجوده في الديب ليرنينج دي بقول لك ايه ديفرنتلي ديفينيت متعرفه، يعني اختلاف مختلفه جدا عنها، لان انت بقى خدت كده يعني خدت دي كده ورحت عملت عليها ابحاث متعمقه وهيوج وحاجات زي كده اللي هي بقى ديب وهيوج عشان تغير الشكل بتاعها وتستخدمها بقى في الطريقه بتاعتك، تمام. يبقى كده شكل الان ان في الديب ليرنينج different definitely from the NN in the ANN، فاهم؟ يعني الـ NN في، عشان بس ما تتوهش مني، الـ NN اللي جوه الديب ليرنينج مختلفة جدا عن شكل الـ NN اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الـ ANN، بس كده ببساطة خالص اهي. تعالى نكمل. هنا بوريك بس نبذه بسيطه كده عن الماشين ليرنينج وديب ليرنينج. بيقول لك والله الماشين ليرنينج عندك بيجيب الانبوت بتاعك الداتا بتاعتك اللي هي انت عاملها انبوت، وبتعمل انت عمليه اسمها فيتشر اكستراكشن، بتطلع الفيتشرز اللي انت عايز تشتغل عليها. انت عندك دلوقتي داتا كبيره عباره عن مثلا نقصد 50 رو مثلا، دي مش كبيره يعني قوي، 50 رو مثلا معاك او 50 رو مثلا، تمام. فانت بقى او 50 كولوم ماشي، وانت بقى بتطلع الحاجات اللي انت عايز تستخدمها بس الحاجات المهمه بس. الفيتشر بتعمل عمليه اسمها فيتشر اكستراكشن، هي معناها انت بتطلع استخراج الفيتشرز، استخراج الفيتشرز المهمه اللي انت هتشتغل عليها. بعد ما بتطلعهم بتمررهم للكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن ده بيعمل عليهم شويه الشغل بتاعهم بيطلع في الاوتبوت في الاخر، تمام. كونسيفيشن دي عمليه هناخدها دلوقتي. يبقى انت بتعمل اول حاجه الايمود بتجيبه وتعمل عليه فيتشر اكستراكشن، انت كيوزر انت كراجل انت المبرمج بتاعك بتعمله او كراجل اي اي انجينير بتعمل الحاجات دي، بعد كده بتمررها للكلاسيفيكيشن، فبناء على الكلاسيفيكيشن بيطلع لي الاوتبوت بتاعي، تمام. ده بالنسبه لمين؟ الماشين ليرنينج اللي هو الكلاسيكال العادي، تمام. لكن ديب ليرنينج بقى لا، انت بتجيب الانبوت وبتروح ترمي الموديل على طول، ترمي الموديل هو بيعمل كل حاجه، بيعمل بقى فيتشر اكستراكشن وبيعمل كلاسيفيكيشن وبيديك الاوتبوت على طول، تمام. شفت ده اختصر عنها ازاي؟ ديب ليرنينج ان المتعمق في الحاجات دي كلها انت بتحس ان هو يعني حاجه فاهمه، انت بتدي له حاجه الانبوت على طول هو بيديك الاوتبوت بتاعك، تمام. لكن الماشين ليرنينج لا، انت محتاج تجيب الداتا وتجهزها وتظبطها وتديها له، تمام. ده الفرق بين الاثنين، تعالى ده يعني فرق بسيط جدا. تعالى نشوف كده، بيقول لك ايه هو الماشين ليرنينج اصلا، او بيتكلم على العمليه بتاع الفيتشر اكستراكشن. يعني بيقول لك ايه الفيتشر اكستراكشن؟ بيقول لك والله لو انت عندك مجموعه من الاوبجكت، تمام، وانت عايز تقسمهم في اثنين كلاس بس، يعني تو كلاس بس، يعني مثلا يس ونو اللي هي كار اور نوت كار، يعني 0 1 1 و 0 كده، اللي هو اثنين كلاس بس. في الماشين ليرنينج احنا بنعمل خطوه اسمها الفيتشر اكستراكشن. الخطوه دي في الماشين ليرنينج بيقول لك ما بتتمش يدويا، انت ما بتقسمهاش يدويا، هي بتتم يعني انجينير مانيوالي، تمام. يعني انت بتدي له اوامر او انت بتفكر فيها، انت بتفكر فيها بشريا، لكن هي بتتم اللي بيقسمها فعليا جوه الموديل بتاعك، تمام. يبقى انجينير مانيوالي لكن ما بتتمش يدويا. شوف الفرق بين الاثنين ازاي، يعني نوت دان مانيوالي بات انجينير مانيوالي، تمام، بيتم التخطيط ليها
بشريا، لكن تنفيذها ما بيتمش بشريا. تمام. استخدام الماشين ليرنينج بيقول لك لوكس فور، بيبحث عن انت افضل فيتشرز بتبحث عنها، يعني الفيتشرز اللي تاثر معاك في الموديل بتاعك جدا، بتحاول تجيبها هي وتطلعها عندك من الانبوت عشان تبدا تشتغل عليها، سواء كانت صور او اشارات او تكست. هتقول لي مش فاهم، تعالى بص معايا في المثال على طول ده. بقول لك ايه؟ بقول لك مثلا على سبيل المثال، بقول لك انت عندك في حاجه في البروجكت معاك اسمه فيس ديتكشن او فيس ريكوجنيشن، انت بتديله شويه صور والمفروض يعرف الصوره دي بتاع الشخص بتاع مين. طب هو المفروض بيطلع بقى شويه فيشرز كده مهمين، شويه حاجات بتبدا تاثر معاه، زي يروح يطلع معلومات من الصوره دي، سواء بقى لون العين، المسافه بين الانف والبق، يعني الماوس، يعني فاهم المسافه بين الاثنين دول، علشان يبدا يميز بيهم صوره عن الثانيه. فاهم؟ يعني انت دلوقتي عطيت له صوره، عطيت له ايمج، هو راح مسكها وطلع منها الفيتشر اكستراكشن، طلع منها فيتشرز اللي هو عايزها، تمام، عشان يعرف يميز بينها بين من حاجه والتانيه. تمام؟ عشان اقول لك النتيجه بتاعت الفورم اوف نمبر، النتيجه بتاعتها بتبقى عباره عندي عن نمبر اوف نيوميريكال داتا اند ذيس داتا ار انبوت تو ذا موديل، بيطلع لي شويه نيوميريكال داتا، وانا النيوميريكال داتا دي بعتبرها انبوت بقى تخش الموديل بقى. تمام؟ تبقى الفيتشر ممكن تبقى عباره عندي عن ويلز، اللي هي مثلا لو عربيه، مثلا لو تدخل مثلا شويه صور لعربيات، فالفيتشرز بتاعته تبقى مثلا العجل اللي هي الويلز، او شبابيك الويندوز، او اللون الخاص بتاعها. تمام؟ فدي بالنسبه لي صوره العربيه، طلعت منها المعلومات الفيتشرز دي اللي ابدا اشتغل عليها. تمام؟ اتمنى اكون واضح معاك. بقول لك حاول انت تجد، بتحاول انت تشوف الجوريزم كويسه علشان تطلع بيها الفيتشرز المطلوبه. تمام؟ اند زين جيت، بعد كده بعد ما بتعمل بتطلع الفيتشرز دي، بتبقى بتطلع في ايه، نيوميريك فاليوز اللي هي قيم رقميه، وبعدين بتدخلهم فين، في كلاسيفيكيشن بقى. خلاص كملت اللي هو الفيتشر اكستراكشن، بتدخلهم الكلاسيفيكيشن زي ما اتفقنا. تمام. بقول لك فيتشر اكستراكشن وكلاسيفيكيشن في الماشين ليرنينج بيتم منفصلين سيبريتلي، دي لوحديها ودي لوحديها سيبريتلي، لكن لا، لكن ميرجت فين، في الديب ليرنينج. يعني هميز الحته دي، بقول لك فيتشر اكستراكشن والكلاسيفيكيشن بيتم سيبريتلي منفصلين في الماشين ليرنينج، ونوت ميرجت، يعني مش مختلطين ببعض، يعني مش عمليه واحده. احنا اتفقنا عمليه واحده فين، في الديب ليرنينج بس. تمام. ده كان الديب ليرنينج. بقول لك والله الديب ليرنينج دي بتجيب الداتا بتاعتي والانبوت تو وان بيج موديل. تمام؟ بيدخل بيجيب الداتا بتاعتك وبيدخلهم كانهم انبوت لبيج موديل كبير، الموديل الكبير يعني عندك. تمام؟ اللي هو بقى بيعمل العمليات بقى دي كلها، سواء بيعمل فيتشر اكستراكشن وكلاسيفيكيشن، بيعملهم كلهم مع بعض ات ذا سيم تايم في نفس الوقت. عشان كده بقول لك بتاعت ايه؟ فيتشر اكستراكشن فين، معذره، اهو فيتشر اكستراكشن كلاسيفيكيشن ستيبس ار ميرجد، بيتموا في نفس الوقت، ماشيين مخططين مع بعض. بيقول لك انت مش عارف الفيتشر اكستراكشن دي تمت ازاي، والوظيفه حصلت ازاي في الديب ليرنينج موديل، انت مش عارف ليه عمل الحوار ده الموديل على طول. تمام؟ بقول لك على كده، يعني ستيب الخطوه بتاعت التريننج والديسيجن معروفه باسم كلاسيفيكيشن. تمام؟ انا الخطوه بتاع الكلاسيفيكيشن اصلا معناها ايه؟ بيقول لك والله بيتم عندك جوه، هي عباره عن تريننج وديسيشن، اللي هو بتضرب الداتا بتاعتك وتاخد القرار بتاعك، ده اللي هو كلاسيفيكيشن. يعني باختصار لو سالك عنها في الامتحان، قال لك والله ايه هي عمليه بتتم فيها تريننج وديسيشن، هتقول له عمليه الكلاسيفيكيشن. تمام؟ فبيقول لك الكلاسيفيكيشن دي بتتم في نفس الوقت، يبقى يعني عمليه الفيتشر اكستراكشن والكلاسيفيكيشن بيتموا فين؟ في نفس المرحله. طب لو قال لك الفيتشر اكستراكشن والتريننج والديسيشن، اه في نفس المرحله برضه، لان دول اختصار لكلمه كلاسيفيكيشن. تمام؟ تمام. فبرو ديب ليرنينج فيتشر اكستراكشن وكلاسيفيكيشن بيتم مع بعض في نفس المرحله، عشان ممكن نعتبرهم ميرجد توجذر. الديب ليرنينج بيقول لك بيتم اوتوماتيك فيتشر اكستراكشن ان كونتراست ويز ماشين ليرنينج، عمليه الفيتشر اكستراكشن بيتم اوتوماتيكيا. فاهم؟ يعني مين اللي عملها؟ هل انا عملتها؟ لا، اللي عملها الموديل بتاعي، لكن الماشين ليرنينج انا اللي عملتها، عشان كده الاثنين مع بعض كونتراست، عمليه عكسيه يعني. تمام. وصلنا ده كونتراست ويز ماشين ليرنينج. تمام. بعد كده كلام بعد الماشين ليرنينج، بيقول لك ايه، انت عندك تريننج داتا، عندك داتا تدرب الموديل بتاعك عليها، سواء الداتا بتاعتك عباره عن تكست او دوكيومنت او اوديو او سيجنالز او ايمج او فيديوز، سواء بقى الداتا اللي تدرب عليها دي، سواء بقى هي كانت الداتا عباره عن كلام او دوكيومنت او صوت او اشارات او صور، الحاجات دي كلها. تمام؟ احنا اول حاجه طبعا في الماشين ليرنينج هنعمل اكستراكشن فيتشر، هنطلع الحاجات المهمه بتاعتي، دي خطوه رقم 1. بعد كده السكند ستيب بتعمل بقى الماشين ليرنينج اللي بقى كلاسيفيكيشن. تمام؟ الفيتشرز ار انبوت، الفيتشرز بقى بتاعتي اللي انا طلعتها، اللي انا عملت لها اكستراكت، اللي انا خدت الفيتشر المهمه بعتبرها انبوت، بدخلها انبوت لمين، الماشين ليرنينج، وبعدين الماشين ليرنينج بتاعي بيبدا يدرب عليها وبيشوف لي بقى الدنيا بتاعتها ازاي. ماشي؟ فبيقول لك ايه، بيقول لك زيرز ليبل ديترماين ذا كلاس اوف ذا داتا. بيقول لك عندك بيبقى في نوعين على فكره هناخدهم دلوقتي، اللي هو سوبرفايز وانسوبرفايز. في نوع اسمه ليبلد، اللي هو سوبرفايز بيبقى ليبلد، والانسوبرفايز انليبلد. معناها ايه؟ معناها ايه اصلا ليبلد اصلا؟ فده موجود في ماشين ليرنينج عامه، اللي تحط العلم ده. المهم ليبلد معناها ايه؟ معناها انت عندك الانبوت وعندك الاوتبوت بتاعك. تمام؟ فانت بتدربه عشان تخلي ان هو بعد كده لو انت دخلت له ترين، دخلته مثلا بعد كده بقى التيست، دخلت له داتا جديده، يعرف يتوقع صح. تمام؟ انت بتقول له مثلا والله لو لقيت احمد يبقى اختار لي مثلا محمد، لو لقيت علي اختار لي حسن. ماشي؟ وبضربه على الحاجات دي بقى في كذا داتا عندك. بعد كده مثلا اروح اضربه مثلا على اسم جديد، مثلا اي اسم، مثلا محسن مثلا اسم جديد. فاهم؟ فهو يروح بقى يشوف بقى طلع مين بناء على الداتا اللي هو اتدرب عليها. فانا بقول لك ايه، بقول لك مثلا بالنسبه لي انا ادخل مثلا حاجتين اللي هم حاجتين متناقضتين اللي هي الباينري، يعني فيس ونوت فيس. لو فيس يبقى ده كلاس 0، لو نوت فيس يبقى كلاس 1. طب مثلا كانسر ونون كانسر. تمام؟ الكانسر يبقى كلاس 0 ونون كانسر كلاس 1. تمام؟ فدي بالنسبه لي اللي هي ليبلد، لو انت لقيت حاجه معينه يبقى دي تبع حاجه تبع حاجه. تمام؟ فليبلد اللي هي زي مؤشر، ليبلد اصلا معناها اعتقد معناها سماح حاجه زي كده. تمام؟
بقول لك نيو ام بقى بعد ما بخلص عمليه التدريب بتاعتك اللي هو تريننج، بعد ما اخلصها بيدخل له داتا جديده انبوت جديد نيو انبوت، بيدخل له الموديل بتاعك كانه تيست، كانه تيست داتا يتجرب بقى عليها فيعرف يتوقع لي الحاجه بتاعتها، فبيريدكت الموديل تمام عشان يبقى يطلع لك كلاس جديد. الانبوت داتا از نوت سين بيفور، بقول لك الانبوت داتا انت تدخلها عشان عشان تجرب بقى تيست بقى، دي عمره ما شافها قبل كده، دي داتا جديده لانج يعني زي ما بيقولوا تمام. الحوار ده اسمه سوبرفايزد، بقول لك ممكن تبقى باينري اللي هو سواء حاجه وعكسها، او مالتي كلاس مثلا مثلا لون عربيه احمر اخضر اصفر يبقى عنده اكتر من كلاس تمام. فدي الفكره بتاع سوبرفايزد ليرنينج، معتمده على حاجه اسمها الليبلد داتا سيت تمام. بقول لك هنا مثلا عندك اهو هنا السوبر فايز اللي بتكلم عنه، بقول لك انت عندك تريننج الداتا فبتطلع منهم الفيتشر اللي انت عايزها، انت عندك 50 فيتشر بقى مثلا 1000 فيتشر انت بتطلع منهم الحاجه اللي انت عايزها مهمه تمام، وتديها الماشين ليرنينج بتاعك. وطبعا الليبلز الحاجه دي بتشير لحاجه معينه، جرب عليهم درب عليهم وشافهم عملهم وظبط الدنيا بتاعتهم، تدخل داتا جديده الفيتشر بتاعتها الجديده، فيبدا يتوقع هل هي تبع اني كلاس من اللي انت طلعتهم لفوق تمام، زي ما اتفقنا في السؤال ده. فكان رأيي الكلام على سوبرفايزد باستفاضه شويه، يعني مش استفاضه قوي يعني، ده صفحه واحده سوبرفايزد ده اصلا بيعملوا فيها كورس، الكورس سايم سوبرفايزد تمام. الماشين ليرنينج بيقول لك مقسم عندنا انتو كلاسيكال ليرنينج سوبرفايزد وان سوبرفايزد تمام، يعني الماشين ليرنينج مقسم عندي نوعين سوبرفايزد وان سوبرفايزد، وفي ناس بتقول لك ثلاثه سوبرفايزد وان سوبرفايزد والريفورسمنت، لكن انا دكتور اعتقد معتمد ان الريفورسمنت تبع السوبرفايزد، مش عارف اعتقد ان الان سوبرفايزد يعني اعتبرهم اتنين مع بعض حاجه واحده تمام. ما علينا تعال نكمل. بقول لك سوبرفايزد ليرنينج بقول لك ده نوع من التعلم يعني من الليرنينج، معتمد عندي على الليبل داتا سيت زي ما انت فاهم الليبل انبوت تمام. بقول لك والله السوبرفايز عندي في نوعين كلاسيفيكيشن وريجريشن، ايه الفرق بين الاثنين؟ لو تفتكر معايا السنه اللي فاتت الماشين ليرنينج كنا بنقول كلاسيفيكيشن ده بيعتمد على حاجات كاتيجوري، حاجات نصوص لون العربية أحمر أخضر أصفر، يعني حاجات النصوص فاهمني؟ اللي بقى يقول لك مثلا أديك مثال مثلا هنا إيه الموجود عندك مثلا، يقول لك كات أور دوج، الويزر بتاع الطقس بتاع هو ولا كلاودي ولا ساني ولا كولد، السند ده ناجح ولا فاشل، حاجات كاتيجوري حاجات نصوص تمام. لكن الريجريشن دي حاجات رقمية كونتينوس ريل فاليو، قيم متصله رقميه تمام. المهم تعالى نتكلم على الكلاسيفيكيشن، بيقول عندك نوعين كلاسيفيكيشن وريجريشن. الكلاسيفيكيشن بيقول لك عمليه ان انت بتكتشف الموديل بتاعك وبيساعدك ان انت تفصل الداتا بتاعتك في اكتر من كلاس او كلاس كده كاتيجوري زي ما اتفقنا، سواء كان باينري او مالتي كلاس. باينري زي ما اتفقنا اللي هي حاجه وعكسها مثلا 0 1 اللي هو يس ونو الحاجات دي، اما المالتي كلاس بيبقى مثلا حاجه اللي هي اكتر من حاجه اللي هو زي ما اتفقنا اللون ممكن يبقى احمر اخضر اصفر اسود مثلا، فدول مالتي كلاس عشان تبني السوفت وير بتاعك. وطبعا في شويه الجوريزم بيستخدموا جوه سوبرفايز يعني جوه الكلاسيفيكيشن، يعني كل اصلا كل عمليه يعني مثلا كلاسيفيكيشن بيبقى لها شويه الجوريزم خاصه بيها، الريجريشن ليها شويه الجوريزم خاصه بيها. طبعا الحاجات دي متعمقه يعني، عندك نايف بايز دي حاجات متعمقه، والاس في ام والكي ان ان تمام، بوزيشن تريز برضه والام ال بي، كلهم دول الجوريزمز بيتم استخدامهم داخل الكلاسيفيكيشن تمام علشان تعمل بيهم عمليه الكلاسيفيكيشن. دي شويه الجوريزمز خليك فاكر. وطبعا انت فاهم الامثله بتاع الكلاسيفيكيشن سواء بقى ساند كات اور دوج، الويزر نوعه ايه، الستودنت ناجح ولا فاشل كده. فدي بالنسبه لي الامثله بتاعت الكلاسيفيكيشن وتفنيه كاتيجوريكال تمام. لكن الريجريشن دي عمليه انت بتاخد الموديل بتاعك او الفانكشن بتاعتك عشان تعمل تستنكش للداتا، بتعمل توزيع الداتا في هيئه قيم متصله رقميه كونتينوس ريل فاليو، بتتوقع بريدكت ا نمبر نوت ا كلاس، ماشي بتتوقع ارقام مش كلاسز، مش هنا فوق بنقول كلاسز تمام، هنا لا هنا ارقام نمبرز. انا جاي لك ريجريشن يمسك على طول ايه اللينير ريجريشن، اللينير حاجات بتاع حاجات رقميه اللي هي اللينير اللي هي الخطي تمام، ما تقدر تحط حاجه زي كده لينير ريجريشن بولينوميال ريجريشن ريدج او لاس ريجريشن، الحاجات دي الالجوريزمز كلها بنستخدمها فين في الريجريشن تمام تمام بيقول لك ممكن اتوقع الكمبيوتر بتاعتي درجه الحراره بتاعته كمبيوتر تمبريتش فاليو تمام، كمبيوت تمبريتش فاليو تمبريت فاليو اللي هي تحسب درجة حرارة، درجة حرارة اللي أرقام مثلا 37 38 40 37.5 38.5 اللي هي أرقام متصلة تمام. طب مثلا بيقول لك الستودنت السنة ده هيجيب نسبة 90% على سبيل المثال، 90% برضه رقم، قال لك رقم يبقى هو ريجريشن. طب قال لك كاتيجوري، قال لك كلاسز، يبقى دي مين؟ يبقى ده كلاسيفيكيشن. ده باختصار عن السوبرفايز ليرنينج، وطبعا ده انت ممكن تخش جواه في مجالات كتير جدا يعني، كورسات وحوارات كبيرة جدا يعني، مش السوبرفايز ده عبارة عن صفحة تمام. تعال نكمل، هيتكلم عليك على الانسوبرفايزد ليرنينج، وطبعا هو هيتكلم عن سوبرفايزد اند الانفيرسمنت، يعني بيتمروا الاثنين اعتقد مش عارف واحد ولا اثنين، لكن عامه هو جايبهم في السد واحده تمام. بروك انسوبرفايزد دي بقى انليبلد انبوت، اللي انت بتدي الموديل بتاعك بتدي له داتا وتقول طبعا انت خلاص انت في الماشين انت بتجهزها له، بتجيب له اللي هو الفيتشر اكستراكشن زي ما اتفقنا وبتديها له، الموديل بتاعك بيدرب عليها وبيروح يعملهم جروبس. انت طبعا خلاص ما عرفتش الاوتبوت بتاعك ايه، ما تقولوش مثلا لو واحد يبقى طلع لي مثلا محمد، لو اثنين يبقى طلع لي مش عارف احمد، لا انت بتدي له داتا تقول له طلع لي انت الاوتبوت بتاعك، بيروح يعمل ايه؟ بيعمل شويه عمليات مثلا على سبيل المثال، لان شويه داتا جنب بعض كده بيروح يعملوا مع بعض فئات جروب، شويه داتا جنب بعض كده بيعملوا مع بعض فئات جروب تمام. يعني فاكر فوق كان الليبل مثلا كنا نقول ليه حاجه معينه يختار لي حاجه، لا هنا بقى شويه داتا مع بعض بيعمل لهم جروبس كده مع بعض تمام.
عشان اقول لك ده unlabeled unlabeled input. بيقول لك unsupervised learning عندنا امثله الكلاسترنج اللي هو زي ايه اصلا، كنا واخدينها على فكره ماشين كان اسمها جروبنج اصلا تمام، او انت بتقلل dimensionality تمام. هتقول لي dimensionality ازاي؟ هعرفك تكون شويه تمام. الكلاسترنج ده بيقول لك بتجمع الفيتشرز المتشابهين مع بعض، الاوبجكت بتاعتهم الداتا بتاعتهم متشابهه مع بعض في وان جروب، سواء بقى المتشابهين مع بعض بقى سواء مثلا مسافات سواء الجوريزمات تانية او حاجات مقياسات تانية ماشي تمام. متى بتجمع الحاجات متشابهه مع بعضهم في جروب معين، بس انا مش هتقل الجوريزم معين زي الكي مينز. طبعا الكي مينز انت بتفتكر كنا بنحسب المسافه بين نقاط بعضها عشان نشوف القريبين من بعض، طبعا معاك اللي هو الالجوريزم اللي اسمه فازي مينز والمينز شيفت تمام. كل دول يعني اي حاجه خاصه بمين متوسط حاجه يبقى دي فكره يعني مثلا تعرف انها تبع الكلاسترنج اللي هي تبع الجروبنج اللي هي الحاجات اللي بتلم مع بعض في كلاستر واحد او جروب واحد تمام. طب بتقلل الدايمنشنات ازاي؟ بيقول لك انت معاك شويه داتا انبوت، بتاخد شويه داتا بقى كده وفيهم معلومات كتير جدا تمام. بعض المعلومات دي مهمه وليها علاقه بالموضوع معايا، وبعضهم مش مهم مش محتاجه يعني مش هيأثر. انا كنت افتكرها مهمه مثلا وعملت لها اكستراكشن معايا، بس طلعت فعليا في الموديل معايا ملهاش لازمه يعني ما بتاثرش يعني تاثيرها قليل او هي ما لهاش وجود مثلا. زي مثلا على سبيل المثال مثلا انت بتبيع بيوت مثلا، الموديل بتاعك عم بيشوف الاسعار البيوت مثلا، فانت مثلا الموقع بتاعك بيأثر. طب مثلا اللون بتاعك، هاي اللون بتاعك ممكن ده ما بيأثرش معاك، فانت اللون خلاص طول ما بيأثرش معاك في الموديل فطيره اكريفه زي ما بيقولوا تمام. فده انت لقيته مش مهم، فانت بقى بتقلل الدايمنشن بناء على كده. الحاجه اللي هي مش مهمه بتشيلها، المهمه بس بتسيبها تمام. انت محتاجين اكستراكت وانكلود الريليفنت اونلي بس، الحاجات المهمه بتاعتنا بس تمام. بيقول في شويه الجوريزم اللي استخدمها معانا اللي هي عشان تطلع الحاجات اللي ليها علاقه بالموضوع، وبتقلل لي كميه الداتا اللي هي مش محتاجينها معايا تمام. ايه شويه الجوريزم اللي استخدمهم؟ عندك حاجه اسمها تي اس ان اي والبي سي اي والال دي اي تمام. تمام كده اتفقنا، كل نقط كل مثال ونقط عليه شويه الجوريزمات بتاعته. تعال نرجعهم تاني. اللي بالنسبه للكلاسيفيكيشن قلنا النايف بايز والاس في ام والكي ان ان، طبعا الديسيجن تريز والام ام ال بي تمام. لكن المجال ريجريشن قلنا اي حاجه فيها ريجريشن يبقى ريجريشن، اللي هو بقى سواء لينير بولينيميال ريج ليس اي حاجه دي كلها. طب المجال اللي بعد كده الكلاستر رينج قلنا اي حاجه فيها مين، اللي هي كي مينز فازي مينز مين شيفت تمام. لما جينا بقى للدايمنشن ريدكشن اي حاجه تحس انها بتكون 3 حروف بس، يعني 3 حروف بس على طول. يعني مثلا هنا كان في حاجه 3 حروف الاس في ام وجي ان ان، دول مميزين ماشي مش محتاج مش هنعرفهم. هنا اللي هي الحاجات بقى بتاعتنا تي اس ان اي والبي سي اي والال دي اي، دول تبع مين؟ تبع الحوار بتاع الدايمنشناليتي تمام. نيجي بقى هي الريفرسمنت. الريفرسمنت زي ما اتفقت معاكم من اول محاضره قلت لك اللي هو النموذج بتاع مين؟ بتاع ايف المعمول من دول بتاع الذكاء الاصطناعي ده. ده بناء على التغذيه الراجعه اللي هي الفيدباك، بيشوف راي الناس، بيشوف بتاع الدنيا بتاعته، رد ما رد مثلا برد كذا معين ما عجبش اليوزر بتاعه، فيروح يغير مره جايه يحسن منه، فبيتعلم من الاكشنز بتاعته تمام. او بيقول لك ايه ده عندي نموذج تعلم بيعتمد على الفيدباك ان هو يعمل اكشن معينه، بينتظر الفيدباك دي عشان يعمل نيكست اكشن، اللي هو بيشوف الراي اللي قدامه وبيشوف الاكشن بتاع اللي قدامه علشان بناء عليه بياخد القرار اللي بعده تمام. فده نموذج متعلم بمرور الوقت، وده هو اللي خايفين منه اصلا، اللي هو ده يعني باستمرار بيتعلم لدرجه ممكن يوصل لمرحله مراحل ان هو خلاص بقى يعلم نفسه بنفسه تمام. الالجوريزم اللي استخدمه هنا اسمها جينيتك الجوريزم او كيو ليرنينج تمام. يعني كان النهارده اتكلمنا على الحوار اصلا، بدانا الموضوع بتاعنا اصلا في المحاضره اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على اللي هو الايجنت اللي بيتعلم تمام، اللي هو الليرنينج ايجنت. بعد كده خدنا قلنا الاي اي المظله الكبيره، قلنا جواها ماشين ليرنينج وجواها ديب ليرنينج تمام. اتفقنا ديب ليرنينج بيقوم على مصطلح نيورال نتورك تمام، اللي هو معتمد بشكل اساسي على الاي ان ان اللي هو ارتفيشال نيورال نتورك، بس قلنا ان ده مختلف عن ده جدا لان ده انت متعمق وبشكل هيوج وشكل ديبلي تمام. عشان كده مش ماشين ليرنينج وديب ليرنينج، قلنا ماشين ليرنينج بيتم فيها فيتشر اكستراكشن وبعد كده كلاسيفيكيشن بعد كده الاوتبوت بتاعها بيطلع. لكن ديب ليرنينج لا، انت بتجيب الانبوت بترميه على طول للموديل، هو بيعمل لها حل بتاع اكستراكشن فيتشر اكستراكشن وكلاسيفيكيشن ويطلع في اخر الاوتبوت بتاعك انت زي ما انت عايزه تمام. قلنا ده الفرق بينهم. بعد كده مثلا ماشين ليرنينج قلنا والله في عندنا انواع، في سوبرفايزد وان سوبرفايزد ورينفورسمنت. قلنا سوبرفايزد ده ليبل داتا سيت، بتدخله الانبوت والاوتبوت وبيبدا يتدرب عليهم بحيث اذا خدت له داتا جديده يعرف يطلع لك الحاجات بتاعتها تمام. لكن الان سوبرفايزد ده ان ليبل داتا سيت، انت بتاخد الداتا بتاعتك هو بيعملوا مع بعض في ايد جروبس كلاسترنج كده تمام. قلنا ان التالت هو رينفورسمنت اللي هو بيتعلم بمرور الوقت بناء على الاكشنز اللي حصلت قدامه او على الفيدباك الاكشن اللي هو عملها بيطور من نفسه وياخد اكشن جديده تمام. بس ده محاضره النهارده باختصار. طب المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.